يا خوفي هذه المدرسة تبكي سبب مشاكل. وليش المشاكل يا عم أبو الفوز؟ ما دام الثلاث ختيارية ابعاد عنا راح يمشي الاحتفال تمام التمام، لأنك أنت ذاكر أيام ما عملنا الاحتفال لمركز الشرطة فضحونا وجرسوا علينا نبدي كل كلمة، وأنا راح ألف على الشباب في كل القرية يحافظوا على هذا السر. هذا عمك أبو ناصر أنا بطل يهمني، ومن وجهة نظري بطلت أشوفه لكبير العيلة ولا كبير البلد، وهذه نظريته اللي بضلوا يحكي عنها لفوق فوق فوق. بالنسبة إلي هذه نظرية مخمجة، بس خليها بيني وبينك. حكك على راسي عم أبو ناصر، هم اللي قالوا لي أنا ما أقول لكش ولا إيش عن هذا الخراف. أي والله يا سيدي بدهاش معقول هاي، لأنه هاي البلد توقع كل إشي يصير فيها، وخصوصا من هذول الثلاث. نجم فور تنساش اللي بيني وبينك، بديش يعرفوا اللي بالي بالك عن الموضوع. بصراحة يا عمي الجميع منبهين علينا، ما نقولش لا إلك ولا أبو عطا ولا أبو ناصر، وأنا مبادرة مني جيت أقول لك كيفني معاك. أها والله كلبي بكى حسسني إنه في إشي غلط في هالبلد، وإنه في إشي بيمشي مش صح من تحت لتحت. بس على مين؟ على أبو العبد هالزلابيد؟ أنا تشلشي في هالبلد تشلشي، ها بيعلك في راسي بيعلك في راسي تكون مثل الملقط على الغسيل. والله شكلك يا عمي ناس الملقط في جيبتك. الافتتاح بكرة واهل البلد دول مش يقولوا لكم. اخ يا منجوس، بكرة الساعة 9:30 الصبح بكون عندك. منيح منيح، وكل ما بدرت كل ما كان احسن الي، احسن واحسن. بس عم بناصر مش طبيعي يا اخي، ناولوا على نية. يا عم ابو ناصر هاي فضيحة، الناس بتستنى فينا، هاي جزاتي يا عمي لاني جيت ورديت عليه. بس بعض اوقات الواحد لازم يحط ايده بايد عدوه علشان يمشي المصلحة، ولا انا الموت اهون علي من اني احط ايدي بايد ابو ناصر. هلا في حد. اهلين يا عمي. طريق كفر اللوز من وين؟ الله يسامح اللي دلك على هالمنطقة. اسمع يا بني، بيضلك من هنا مشرك بتلاقي قرية اسمها من الحيطان بتدشرها، بترد بتشرك بتلاقي قرية ثانية اسمها وزة برضو بتدشرها، بعدين بضلك مشرك خشمي صغيرة بتطلع بوجهك ثلاث كرات بتدشرهم، بعديها بتيجي في وجهك جفر اللوز. هيك الوزير هتأخر موعده. اخلص طب من معالي. خلينا نعرف كيف بدهم يحتفلوا بدون ابو العبد هالزلبي. عشان نعتذر منكم لأن أجلنا الافتتاح. بعدين معروف. والله شكلها فرطت يا شفيق، لا في احتفال ولا ما يحزنه، وفيش حدا جاي. الظاهر هيك فارطة الشغلة. أنا بدي أروح أروح. الحق علينا إن جينا. يلا يا محمود. توكلوا على الله. طالما بتتمتعوا الله متعتوا بهالروح الرياضية العالية والروح الجماعية، أنا بقول نفتتح كلنا على بركة الله مع بعض. يلا